خلونا نشوف بعض المعلومات عن محور التعمير، ماذا يخدم، كيف سيغير ويسهل حياة المصريين. بدأت أعمال تطوير محور المشير فخري أبو زكري، بداية من الطريق الصحراوي والحد كوبري سيدي كرير كمرحلة أولى بطول 35 كيلومتر، والمرحلة الثانية من سيدي كرير لمدخل مدينة برج العرب بطول 15 كيلومتر. صحيح الحلم بقى حقيقة، بس السكة ما كانتش سهلة، لأن شريان الحياة عشان يتمد احتاج مجهود كبير جدا من أكتر من 8 شركات منفذة و250 مهندس وأكتر من 8000 عامل اشتغلوا ليل نهار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. التحديات اللي واجهت أعمال التطوير كانت فعلاً شبه مستحيلة، بداية من تقاطع خطوط البترول مع المواسير النفقية. فعملنا مسار للطريق الرئيسي موازي للمحور، وخلينا المسار القديم كطريق للخدمة، وكملنا مسار الطريق وصولاً لكوبري السكة الحديد، ومن بعده دخلنا على منطقة الملاحات والمصارف اللي احتاجنا فيها لتطهير طبقة الملح بعمق يتراوح ما بين 3 إلى 5 متر، ومن بعدهم تيجي منطقة أبراج الكهرباء اللي تم نقل الأبراج فيها لمسافة 50 متر عشان ما تكونش متعارضة مع أعمال التوسعة، وصولاً لكوبري 21. وعلى طول الطريق بالكامل تم تنفيذ 18 كوبري بطول 18 كيلومتر، وإنشاء 800 عمود إنارة بارتفاع 25 متر، وبيشتغل بأحدث التقنيات، تقنية دايمينج سيستم للتحكم في الإضاءة حسب الكثافة المرورية لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى 1500 عمود إنارة بطول 10.5 متر، وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر، وزراعة آلاف الأشجار المثمرة والنخيل عشان نفضل محافظين على التناسق العام ونساهم في القضاء على التلوث.